ساعات قليلة والنجفيون على أبواب تاريخ جديد تخطه أناملهم الملونة بالأمل لغد أفضل. شيوخ العشائر في المحافظة أجمعوا على ضرورة المشاركة الواعية والواسعة في هذه الانتخابات التي تمثل فرصة سانحة أمام المواطنين للتغيير والإصلاح. عموم عشائر العراق وليس بالنجف خاصة، أنه بعد التوجيه الأخير للمراجع الدينية وبعد التظاهرات اللي حصلت بالعراق على عموم العراق لا بد من التغيير للأحسن، لذلك راح يصير إقبال على الانتخابات إن شاء الله إقبال كبير جداً بعد توعية الناس، توعية العشائر. هذه الانتخابات مفصلية ومصيرية لا تقبل القسم على اثنين، هكذا يراها شيوخ العشائر في النجف، حيث من المؤمل أن يشهد يوم الاقتراع العام في المحافظة مشاركة أكثر من 900,000 ناخب موزعين على 336 مركزا يحق لهم التصويت والاقتراع. هذه الانتخابات مفصلية ومصيرية لا تقبل القسم على اثنين، أوصي الجميع بالحضور الجماهيري للانتخابات لأنها ستحدد مستقبل العراق محليا ودوليا. كمحافظة النجف أو عموم العراق يعني الأغلبية تتبع كلام المرجعية، والمرجعية تحث الناخبين على المشاركة بالانتخابات. دعم عشائري ودعوات إلى مشاركة واسعة غير مسبوقة في الانتخابات بالنجف عناوين بارزة قبيل ساعات قليلة من يوم الاقتراع العام، يعتبره متابعون بالخطوة الهامة لحث الناخبين وتشجيعهم بالتصويت واختيار ممثليهم. من النجف محمد رزاق، التغيير.